أخبار اليوم. أحمد سهرة بس يلا تحت وفوق ماشي تحت وفوق ماشي يلا تحت وفوق ماشي ماشي حلوة قوي دي حلوة قوي دي اثبت على كده اثبت انزل تحت شوية يا ربنا لا والله هنا ضرب النار جامد ذلك طلعنا على محمد اخوك عبد الحمد لله في المجلس الصحافه تعاملهم معانا يعني كلهم متشكرين يا جماعه وعسى ان نكون احسن من الاهرام كده برضو ياسر اتفضل يا استاذ منى اتفضل
اتفضل يا مدبولة اتفضل يا استاذ. عايز انا بعتذر ياسر بيه قطعنا في سيزون كتير معلش هنا بس هنا بس عشان الاضاءه شويه الاضاءه فاضيين فاضيين الاضاءه بس الاضاءه خد الاستاذه جنبك عشان تتصور معاك ما تقلش عليه بس بس انا واقف على رئيس مصر ان شاء الله ان شاء الله لا يا الله يعني ربنا يبارك فيك ربنا يخليك لنا ربنا يخليك لنا يا سيدي يلا باشا بطل بقى في الناس وصايا حكا حكا سياسك يا مين فين ما شفتش منه حاجه يزعل رئيس يلا باش ايوه هو بس بالراحة بس اهم حاجة الف سلامة الله على بسرعة سليم اهلا تعالى صور يا عم طب ماشي تعالى يلا تحت فوق ماشي حازم يلا تحت فوق ماشي حلوة قوي دي حلوة قوي دي حط ايدك يا محمد شوية اثبت انزل تحت شوية يا يعني